السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا البلاط حول المسبح، طبعا المسبح عبارة عن اوفر فلو وليس سكيمر. غطاء المجرى هذا يعتبر نفس البلاط اللي يستخدم حول المسبح، ولكن تم عمل الفتحات عن طريق الوتر جيت، عن طريق الماء المضوء. من ميزة هذا البلاط او الطريقة هذه في التركيب انه يعطي مساحة حول المسبح، يعطي يعني المساحة او حرم المسبح يعتبر كبير نوعا ما. ليش؟ لانه مستوى واحد مع تمكين ميول بسيط من المويه، عشان اذا طلعت المويه تطلع تدخل داخل المجرى. طبعا الميزه الثانيه انه امكانيه استبدال البلاطه هذه الوحدات، يعني في الزمن اذا انكسرت واحده من البلاطات هذه بامكانك ان تستبدلها، تشيلها يكون عندك سبير موجود احتياط، تقصها وتجيبها وتركبها. ايضا امكانيه التنظيف لو طاح شيء او اي شيء يطيح عليك داخل المجرى، كانك تشيلها وتنظف او تشيل الاشياء اللي طاح منك وترجعها هذا بالكامل. شكرا.